حياكم الله. اليوم سنكمل محور صدى في جزئه الثاني الذي يتعلق بتحضيرات منتخب أسود الرافدين قبيل المواجهة المنتظرة لنا أمام المنتخبين الإيراني واللبناني، وذلك ضمن التصفيات الحاسمة والمصيرية المؤهلة لمونديال الدوحة. وقبل أن نبدأ فقراتنا لهذا اليوم وتكملة حوارنا مع الكابتن خلف كريم، سنتوقف مع بعض اللحظات واللقطات الخاصة بالحلقة السابقة. نتابع ولنا عودة. احنا ما مهيئين نفسنا لشيء اسمه نهايات او تصفيات نهاية كأس العالم. حسب المعطيات وضعنا لا يبشر بالخير. كارثة هذا حكي، احنا ما عندنا استراتيجية. تلك فصول المؤتمر ما بين تشكيك وخيانة. أهلا بكم مرة أخرى في الجزء الثاني مع استئناف رحلة منتخب أسود الرافدين بالتصفيات الآسيوية، ودعونا الآن نتعرف على آخر أخبار وتحضيرات منتخب أسود الرافدين، وهو يستعد لخوض غمار التصفيات المصيرية الآسيوية المؤهلة لمونديال الدوحة 2022. نتابع. في ليلة استاد المدينة، أسود الرافدين كسروا النحس الذي رافق المنتخب بالصيام عن الانتصارات، والعريس على عباس يكسر النحس أيضا بعد صيام ل224 يوما، ويحقق الانتصار بهدف دراماتيكي على المنتخب أوغندا الودي. وجماهيرنا نجحت في رسالتها للفيفا ضمن مساعي رفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد. المونتينيغري بيتروفيتش أعلن القائمة بعد هذا الفوز المعنوي رغم بعض الغيابات المؤثرة، ميمي المصاب منذ حين، وعلي فائز يغيبه كوفيد، ولذات السبب يغيب أحمد ياسين. أما مشاركة أيمن حسين الذي يتألق بشكل لافت في الدوري القطري فسيكون حاضرا في مباراة إيران، بينما سيكون تحت رحمة الاتحاد الآسيوي في مواجهة لبنان بسبب خطأ إداري يمنعه من الدخول إلى هناك، ما دفع الاتحاد العراقي لمخاطبة نظيره القاري للتدخل لإيجاد الحلول. منتخبنا الوطني بعد بداية متعثرة في التصفيات يجد نفسه في اختبار صعب للبقاء ضمن دائرة المنافسة على بطاقة الملحق الثالثة عن المجموعة، حيث سيكون التحدي في استاد آزادي ومع الفريق المتصدر للمجموعة من أجل إعادة الأمل في البقاء ضمن دائرة المنافسة. لائحة الترتيب توضح صعوبة المهمة، 4 نقاط من 6 مواجهات تدلل على استنزاف مفرط في البدايات. منتخبنا في المركز الخامس بالمجموعة، والنقاط المتبقية من 4 مواجهات جميعها مؤثرة في حسم الصراع على البطاقة الثالثة، بعد أن حجز الإيرانيون والكوريون بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة. صعوبة المهمة لا تعني أنها مستحيلة، بل أن أسود الرافدين اعتادوا على تحدي الصعاب، ودائما ما تكون الانطلاقة من عنق الزجاجة لولادة أمل جديد، كأننا اعتدنا على تحدي الأزمات لإنجاز أصعب المهمات. كابتن خلف، طبعا نتواصل معك وحوارنا المهم عن مشوار المنتخب والاستحقاق المقبل لأسود الرافدين في المواجهة المنتظرة لنا، يعني أمام المنتخبين الإيراني واللبناني. كابتن، سأتكلم هنا في أمر مهم وحساس طبعا بالنسبة إلي ولا حتى الزملاء، هل فعلا يعني كونك رياضي أن الإعلام لعب دورا سلبيا وكان يمارس ضغطا مؤثرا على اللاعبين، بالتالي انعكس ذلك سلبيا على اللاعبين على المنظومة الرياضية؟ والله أنا أعتقد القلة القليلة من الإعلام كانت دورها إيجابي، بس أنا أشوف معظم البرامج اليوم
هي تسقيط وتشهير وضغط مثل ما أنت تفضلت، ضغط على اللاعبين، على المنتخب العراقي، وكل واحد من عندهم يغني على ليلى، كل واحد عنده هدف محدد بهذه الصورة. الجانب الأهم من هذا اليوم مثل ما أنت تفضلت، يعني هسا أنت مثلا تجيب لك ضيف البرنامجك، أنت شديد من هذا الضيف، تجيب من هذا الضيف معلومة أنت ما سامحها، المستمع ما سامحها، تجيبه تدور ثقافة. ولهذا مرات إحنا مثلا خلينا نقول نسمع محاضرات دينية أو محاضرة ثقافية، ربما الكلام اللي يقول المحاضر معظمه أنت سامعه، بس إذا سمعت من عنده 5% أنت ما سامعه، هو بالنسبة لك كسب. ولهذا أنا حتى من أطلع بالأسود التحليلي أقولهم للأخوان اللي وياي زملائي، أقولهم لا تدوخون المشاهد طريقة اللعب 4-4 ماذا 4-1 4-1 3-5-2 مدري كذا، هو أنت تلعب في مباراة في ملعب تعبان مثلا، كثير عندنا ملاعب يعني تعبانة ما يصير بيها التكتيك، ما تمشي كرة قدم بيها وإحنا مدوخين لا أنت روح ادخل إلى آذان ومسامع المشاهد وخلي يفتهم معلومة الطين ثقافية. صحيح المباراة ما بيها شيء إحنا نتكلم عليها، بس عليك أنه عليك ترتبط مع هذا المستمع، مع هذا المشاهد، اطيش شيء من عندك من ثقافتك أنت. تقول لي من اللي يثقف المجتمع العراقي؟ لا، هسه جمهورنا شيء يحب التسقيط، يعني تعود، صارت جزء من ثقافتنا أنه أولادنا بدوا لا خلي اليوم نسمع فلان هذا حكى على فلان. وإلا راح أقول لك شغلة، وين وصلنا في برنامج يجيبون الضيف يحطون على الكرسي ويجيبون له الفوطة ويقول لهم أنا متران وخسرت الرهان وهذا وهاي الماكينة راح زين شعري، مصيبة، احنا وين وصلنا؟ طيب كابتن سأبقى بهذا الجزء من الحوار، وأكو هم الموضوع يعني مرتبط، هل يعني الإصابات هي أمر واقع أم هي طبعا أعذار من قبل اللاعبين؟ لأن هنالك من يصف الاعتذارات يعني جاءت بسبب ضغط الجمهور مثل ما تفضلت قبل قليل على اللاعبين، بالتالي يصفون الاعتذار هو تهرب. أنا بزمن أدفكات يعني الرجل يقول بين الشوطين عندي 5 لاعبين يدعون أو طالبين استبدال، زين هذا من يطلب استبدال مثل ما أنت تفضلت، واحدة من الاثنين، إما الفريق بتعادل وخليني أتهرب من المسؤولية واستبدل، أو لا الإحداد البدني مو كامل بالنسبة للاعبين. يعني اليوم إحنا قلت لك إحنا من يريد أنت تريد تدخل المنافسة، أنت عاد نفسك من 3 نواحي أو خلينا نقول علينا 4 نواحي، عاد نفسك بدنيا وعاد نفسك مهاريا وعاد نفسك تكتيكيا، واحنا هنا هذا العامل اللي قد يكون ما موجود اللي هو لاعبنا من ينزل للمباراه كانه ما عنده حافز، يعني اقول عليه العامل النفسي، يعني انت شلون تخلق له موقف تقول له انت داخل معركه والمعركه عندك عدو اليوم راح يسلب بيتك يسلب اهلك يسرقك، دافع وصل له موقف، هذا الحافز هذا ما كان موجود عند اللاعبين اللي هو يسبق المباراة، خلينا نقول عليه ال10 دقائق الأخيرة، ايش تتكلم من الناحية النفسية حتى تحفز اللاعب للمباراة، هذا ما موجود كان، يعني لاعبين يدخلون المباراة وكأنه هو واجب رسمي عليهم، راح ما أعرف شلون يطلعون من عنده، ماكو مشكلة. طيب كابتن كابتن أريد أستغل وجودك للأمانة ومعلوماتك، لو تمعنا في التشكيلة يعني معظم التشكيل المنتخب لوجدناها نوعا ما غير مستقرة تماما، وكأن الجهاز الفني في مناسبات كثيرة يعني خل أقدر أقول ضايع بين تعدد آرائه وأفكاره الخاصة وبين يعني لربما ما موجود من أو مفروض عليه من أدوات ونوعية، يعني كيف تصف لنا هذه الحالة؟ متى ما كان شخصية المدرب قوية راح يكون خيار الأول حتى مو خيار المساعد، أنا قراري هذا
ولا قرار رئيس الاتحاد ولا قرار الوزير. متى ما كان شخصية المدرب ضعيفة راح الكرة تتلاعب به. قد يكون إذا أنا أقول إذا أعطاه مشورة مساعد المدرب مش مشكلة، بس إذا أجاك مثلا خلينا نقول رئيس الاتحاد وقال لك هذا لا تبدله ولعب فلان وأنت رضخت له، أقول لك لا تشتغل في عالم التدريب، أنت مو مدرب، أنت مو شخصية مدرب. أقرب الناس للفريق وللاعبين ويعرف اللاعبين هو المدرب. إذا وصلنا لهاي الحالة فإحنا دنعيش حالة مزرية جدا. طيب خلينا كابتن نتوقف الآن مع بعض الآراء والانطباعات يعني حول المنتخب، نتابع ولا نعود؟ خليك ويانا. أعتقد المباريات المتبقية مهمة جدا وفي نفس الوقت مباريات صعبة، يجب أن تكون حسابات دقيقة جدا من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، لأن تعرف أربع مباريات متبقية، الأربع مباريات على الأقل نحصل بها على 9 نقاط حتى ننافس على المركز الثالث، أو على الأقل نحافظ على اسم وهيبة المنتخب الوطني. لذلك الجهاز الفني، الإخوان المدربين المساعدين، يجب اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية لهذه المباريات. تعرف المباريات صعبة جدا، لازم نستعين باللاعبين الأكثر جاهزية بالدوري العراقي. دورنا اليوم كشارع رياضي، كإعلام، كجمهور، الجميع اللي يجب أن يعني نبتعد عن تسليط ضغوطات المنتخب الوطني حتى يظهر بأفضل صورة للاعبين خلال هذه الفترة. تعرف فاقدين الشيء الكثير من ثقتهم بأنفسهم، علينا وقوف خرف المنتخب العراقي. أهلا بك كابتن من جديد. كابتن، بعدما أسفرت يعني مباراتنا أو مبارياتنا يعني بالتصفيات من معطيات سلبية على مستوى النتيجة والأداء، هل ترى أن الاتحاد والمنتخب والمنظومة بشكل عام لديهم الرغبة والطموح فعلا لتغيير مسار خاطئ إلى مسار صحيح مبني على المنهاج السليم والالتزام والانضباط التكتيكي العالي؟ أنا أقول قد تكون الرغبة موجودة، لكن هاي الرغبة حتى تترجمها إلى عمل صحيح أنا أقول من الصعوبة، لأنه يحتاج إلى ناس فنيين جد على مستوى عالي حتى يطورون كرة القدم العراقية. هذا أي واحد يجي باتحاد بنادي يكون رئيس نادي، رئيس اتحاد أو أعضاء بارزين في الأندية والمنتخبات عندهم الرغبة، لكن الرغبة لا بحتة مو كافية، لا تكفي. قلت لك لازم تترجم إلى عمل مبرمج حتى يأتي ثمار. طيب برأيك ما هو المطلوب منا من أسلوب لعب أمام المنتخب الإيراني على سبيل المثال؟ هل يجدي نفعا اللعب يعني بمهاجمين كوننا يعني نحتاج النقاط، أم تكون الأفضلية للخطوط الأخرى يعني مثلا تقوية خط الوسط أو بعض الأساليب الأخرى؟ أنا أقول نلعب كرة انضباطية جدا قوية أمام الفريق الإيراني. إذا فتحنا مع الفريق الإيراني ولا سمح الله تكررت نتيجة 3-0 أو 4-0، تتوقع المنتخب العراقي في ما تبقى من المباريات شلون راح يقدمها؟ أنت خلي هاي الصورة أمام عينك، تقول لي نلعب مهاجمين 2 أو 3، أنت أنا أريد اللاعب وسط اللي يوصل لي كرة للمهاجم. يعني سنة من السنين أقول واحدة من المباريات بزمن كتنيتش ما لعب ولا مهاجم، لعب بشار مهاجم وهمي وردنا نفوز، يعني قدموا مباراة من أروع ما يمكن. ما المهم إنه شلون أنا أوصل كرة للهدف الخصم؟ يعني شنو لو إجاني مهاجم عدي 2 من الخلفية عندهم القدرة؟ هسا إحنا المباريات اللي لعبناها منو كان يهدد مرمى الخصم؟ محمد قاسم هو محمد فرحان صحيح الوحيدين بالتسديدات، نعم، ومن تسديدات بعيدة. صحيح. خلينا كابتن نتوقف الآن مع بعض الآراء والانطباعات يعني حول المنتخب، نتابع ولا نعود؟ خليك ويانا. الآن المنتخب يمر فترة حرجة حقيقة للتغييرات الإدارية والتغييرات الفنية اللي تمر بها الكرة العراقية بصورة عامة، أكيد هذا أثر بشكل أو بآخر على مستوى المنتخب الوطني. بس نأمل أنه منتخبنا من خلال مباراة أوغندا والمباراة مع الفريق الإيراني أنه يظهر بالشكل الأفضل من ظهر المباراة السابقة، لأن فريقنا قادر يظهر بشكل أفضل من المباراة السابقة بسبب الظروف اللي تمر بها الكرة العراقية. أتوقع أنهم هتكون مباراة صعبة مع الفريق الإيراني، بس كنا أمل
أنه الفريق يتوفق بهذا حتى تكون أمل على البطاقة الثالثة رغم صعوبة الموقف، بس إنه كلنا ثقة بشبابنا أنه يكونون بمقدار المسؤولية إن شاء الله. مباراة ما راح تكون مباراة سهلة، مباراة صعبة خصوصا المنتخب الأردني دا يلعب على أرضه بين جماهيره، وهذه المباراة هي المباراة اللي راح تأهل إلى كأس العالم رسميا. 3 نقاط مهمة راح تكون المنتخب الإيراني، أعتقد على منتخبنا يكون حاضر بهذه المباراة، يعني يحاول ما يفتح الملعب، يكون قد اتعلم الدرس من مباراة الذهاب السابقة اللي خسرناها ب3 أهداف. أتمنى من الملاك التدريبي عمل على النقاط الخلل اللي حصلت بالمباراة السابقة وتشخيصها، وأعتقد الخروج بنقطة من الملعب الإيراني جدا جيدة، خصوصا احنا عندنا بعدها مباراة مهمة جدا مع المنتخب اللبناني، والفوز على المنتخب اللبناني هو اللي راح ينقلنا نقلة مهمة نحو المركز الثالث والتنافس على بطاقة الملحق المؤهلة للمونديال. اهلا بك كابتن من جديد. كابتن، كيف تقرأ استراتيجية المنتخب للفترة المقبلة؟ سؤالي، هل هدف بيتروفيتش سيكون المنافسة على البطاقة الثالثة من التصفيات، أم الذهاب باتجاه صناعة منتخب للفترة المقبلة؟ لو تسألني مرات احنا تقول استراتيجية، هل هناك عقلية في اتحاد كرة القدم مع احتراماتي للجميع أن توضع استراتيجية طويلة الأجل؟ احنا كل احنا نتكلم بالاستراتيجيات كمحللين، كفنيين، نقاد، وكأعضاء اتحاد كرة القدم. الاستراتيجية ما هي يعني كلمات نحطها في سطور ونقول هاي استراتيجية. الاستراتيجية واقع ملموس، يعني مثلا تقول انا اريد اسوي منتخب وطني قوي لعد للثلاثينات، اقول له انت حضرت الواقع مالتك البائس لتطور المنتخب الوطني؟ أسد يقول لي شنو الوضع البائس؟ أقول له أنت عندك منتخبات مثلا أشبال، براعم، مدارس كرة، ملاعب، حتى أنت سوي كرة قدم؟ أسد يقول لي لا ما عندي. أقول لك لا تتكلم، شوف واقعك أولا. ولهذا من نتكلم لكرة قدم مستقبلية لازم الدولة تنزل بكل ثقلة. يعني احنا فرحانين لأنه جانا وزير هو رئيس اتحاد كرة القدم، والله لو كنت أنا وزير وأسخر يعني أروح على اليمن على كل الأراضي اللي موجودة تابعة لوزارة الزراعة، تابعة للمالية، وين ما ألقى بقعة أرض لازم أسويها ملعب. لأنه اليوم إحنا حتى ملاعبنا بالفرق الشعبية أيام زمان 11-11 صارت خماسيات، اليوم ملاعبنا حتى يعني هاي أحكي لك بالستينات وبالسبعينات اللي هاي الفطاح كرة القدم اللي طلعت من هاي الملاعب الشعبية. اليوم احنا ما عندنا قاعدة لكرة القدم، اليوم ما عندنا دوري للناشئين، ما عندنا دوري للأشبال، ما عندنا مراعم، انت شلون تسوي استراتيجية؟ كارثة هذا حكي. احنا ما عندنا استراتيجية، يطلع بتروفيتش نعدنا بزنا لمدة سنة، راح نسوي مؤتمر صحفي، راح نجي باتجاه المدرب المحلي او الاجنبي واخوان وكذا، تخلص ال4 سنوات تي 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 مثل ما رحتي جيتي. هذا وضع البلد. ولهذا يعني كثير يعني يمكن خلي اسولف لك، رحت مره واحده باللجنه الفنيه بلجنه المنتخبات دعوني، دخلت وياهم اجتماع وبطلت بعد ما قلت ما عاد بروح، وطوني راتب وكنت حتى الراتب ما اريده والامر الاداري يلغوه. ليش؟ لانه انت من تريد تقعد مع ناس تفهم تخطط الكره القدم، انا قعدت كرهت نفسي قلت لهم مع السلامه بعد ما اجي. زين كابتن، اريد اخذ رايك، هل ترى بان اضافه احمد صلاح ورزاق فرحان سيضيفون شيء للمنتخب؟ معرض الكره العراقيه من تصير عندنا لجنه اختيار الافضل بالدوري العراقي، عاده ما يحطوني انا اكون رئيس اللجنه. تعرف احنا نحلل الدوري كله، فال20 فريق كلهم هم لاعبين ونعرفهم واحد واحد، فمن نحلل نعرف هذا يصلح للمنتخب، هذا ما يستاهل المنتخب، هذا يصلح للمنتخب، لكن ارانا ما يؤخذ بيها. يعني انا مثلا العام الماضي احنا نريد نختار لاعب موهوب للكره العراقيه ظهر بسنه 21
قلت لهم اخوان انا اشوف افضل موهبه وصلت كره القدم هذا لاعب النفط البصري اللي هو احمد فرحان. اجينا اختارينا في حفل وزعنا الجوائز اعطينا لاحمد فرحان جائزه افضل لاعب. بعد ما انتهى الدوري واللاعب يلعب المباريات ولا وكل المباريات اللي خاضها المنتخب الوطني هو مو يوم الا بالمباريات الاخيره هو ما حد حاط عينه عليه. اذا عمليه اختيار اللاعبين وهذه تؤخذ على من؟ تؤخذ على المدرب وعلى الكادر المساعد له. يعني انتم مثلا هسه المساعدين موجودين لنفرض باشر ظهرت موهبه جديده في كره القدم العراقيه والكره العراقيه بيني وبينك ولاده. يعني انت يوميا يظهر لك لاعب مو بالحسبان ولا تقول هذا وين كان هذا. اذا عمليه الاختيار الافضل بعيون المدربين شغله مهمه جدا. يعني احنا مرات بنتكلم على الكوادر التدريبيه اللي تساعد المدرب او المدير الفني عنده لاعبين عندهم رؤيه. ولهذا اكو مدير المنتخبات الانجليزيه اسمه تشارلز هيوز صاحب مؤلفات. فمن يريد يوضع 12 شرط بالمدرب الناجح يبديها يقول هي should be very interested in the job. يعني لازم جدا هو محب للعمل يحب عمله هو كمدرب. وينهيها بيش يقول هي should be very predictable. وpredictable يتنبأ انه هذا اللاعب يجي من عنده للمستقبل ام لا. هاي الصفة معظم مدربين انا اقول معظم الا القلة ما عنده هاي النظرة. وبالنتيجة احنا ما عار يعني هسه راح تقول لي كم لاعب بالمنتخب الوطني ما يستاهل؟ اقول لك هواي ما يستاهلون. كم لاعب برا يستاهلون؟ اقول لك هواي. بس تقول لي عدد الاسماء اقول لك ما اقدر اقول الاسماء. طيب ربما سؤالي التالي كابتن مبني على الاحتمالات اكثر من الاحراجات. لذلك يعني ممكن نعتبره هو مجرد رأي. هل تجد ان بيتروفيتش سيستمر مع المنتخب أم تنتهي مهمته مع التصفيات؟ أنا باعتقادي مهمته راح تنتهي مع نهاية التصفيات ما راح يستمر. طيب كلمة أخيرة كابتن. أول شيء أنا أشكرك وأشكر كل الأخوة المستمعين والمشاهدين وإن شاء الله كنا ضيوف خفاف الدم على هاي جماهيرنا. وأنا يمكن دولة جماهير كرة العراقية أنا متعلق بهم وأحب كل من يشاهد ويتابع هاي البرامج الرياضية. وإن شاء الله نكون أدينا ولو جزء بسيط في هذه الحلقة. إن شاء الله عندنا لقاءات مقبلة بإذن الله. أنا أشكرك شكر الجزيل كابتن. مشاهدينا كان معنا عبر السكايب من العاصمة بغداد المدرب القدير الكابتن خلف كريم. شكرا جزيلا لانضمامه إلينا. بالتأكيد منطقيا وحسابيا وعاطفيا المباراتين تعني الكثير للعراقيين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم التي تتمثل بخطف نقاطها الست وكذلك لتعويض ما سبق من نتيجة وأداء متواضعين فضلا عن عودة الهوية والروح لمنتخبنا فيما تبقى لنا من منافسات ضمن المجموعة الأولى. فالمباراتين المقبلتين في غاية الأهمية في الحسابات النقطية إذا صح التعبير. وإذا أردنا العودة فعلا يجب أن نبادر ونبرهن أن لدينا الرغبة والطموح لتغيير مسار خاطئ إلى مسار صحيح مبني على المنهاج السليم والالتزام والانضباط التكتيكي العالي. ومن الله التوفيق. على الموعد ألقاكم بإذن الله. هذه تحياتي أنا بلال بداع. مع السلامة.